بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم طلابنا الكرام في المحاضرة الثانية من المقرر الدراسي بعنوان جرائم الاعتداء على المصلحة العامة أو قانون العقوبات القسم الخاص، اللي احنا هنتناول فيه جرائم الاعتداء على المصلحة العامة. طبعا في المحاضرة الأولانية، معلش عذرا يعني ان احنا كان عندنا الفتره اللي فاتت شويه ظروف كده طارئه، حد عندنا يعني عنده شويه ظروف صحيه فاحنا متابعين معاه، فعذرا على ان احنا يعني انقطعنا الفتره اللي فاتت. دي المحاضره الثانيه ان شاء الله في المقرر. كنا ان شاء الله تناولنا في المحاضره الاولى، عملنا كده نبذه تعريفيه عن اقسام قانون العقوبات. قلنا ان هو ينقسم الى قسمين، القسم العام والقسم الخاص. وقلنا ان القسم العام اللي هو بيضم القواعد العامه إن المشرع بيشوفها إن هي صالحة أن تنطبق على كافة الجرائم والعقوبات أو الجرائم والجزاءات الجنائية. أما فيما يتعلق بالقسم الخاص، وهو موضوع دراستنا خلال الفصل الدراسي الثاني، ده بيحتوي على الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، وبيحط لكل جريمة نص معين وبيبين أركان هذه الجريمة، وبيحدد في نفس الوقت العقوبة المقررة على ارتكاب هذا الفعل. وكمان عرفنا في المحاضرة الأولى إيه هي مرتبة نصوص القسم الخاص بين تقنين نصوص قانون العقوبات بشكل عام، وهل تتفوق نصوص القسم العام على القانون القسم الخاص، ولا تتفوق نصوص القسم الخاص على نصوص القسم العام. وعرفنا إن طبعا بتتفوق نصوص القسم الخاص على نصوص القسم العام. كمان في المحاضرة الأولى عرفنا هل يمكن التمييز بين نصوص القسم العام ونصوص القسم الخاص، وده زي ما احنا قلنا في المحاضرة الأولى إن من خلال الصياغة بتاعة النص نفسها نقدر نحدد هل هذا النص ينتمي إلى القسم الخاص أم ينتمي إلى نصوص القسم العام. وكمان تعرفنا في المحاضرة الأولى عن المصالح التي تعالجها جرائم القسم الخاص، وزي ما احنا قلنا هي بتتعلق بالجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة زي ما احنا قلنا، او الجرائم التي تتعلق بالموظف، فعلى سبيل المثال طبعا الرشوه والتزوير واختلاس المال العام. اما الجزء الثاني والجرائم المتعلقه بالمساس بسلامه جسم الانسان، ومنها طبعا القتل والضرب والسرقه والاغتصاب وهدم العرض. بالنسبه لنا في الفصل الدراسي ده هنتناول ان شاء الله جرائم الاعتداء على المصلحه العامه أو ما يطلق عليها ضرائب الموظف العام. وهنتناول أول حاجة معانا جريمة الرشوة. النهاردة إن شاء الله في المحاضرة دي هنتناول عناصر المحاضرة، هتبدأ معانا بأول عنصر هو التأصيل التاريخي لجريمة الرشوة. يعني تاريخيًا الرشوة دي هل موجودة من قبل كده، ولا هي نتاج ظروف اقتصادية واجتماعية ظهرت في المجتمع؟ الملاحظ إن جريمة الرشوة موجودة منذ قدم البشرية، وظهرت بعض النصوص في التشريعات القديمة التي تدل على وجود جريمة الرشوة، ولا تعتبر جريمة الرشوة هي نتاج لبعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية التي وجدت في المجتمع، ولكن هي جريمة قديمة قدم البشرية. وزي ما احنا قلنا وجدت بعض المظاهر في التشريعات القديمة التي تنص على وجود جرائم أو جريمة الرشوة. هنتعرض طبعا لبعض التشريعات القديمة، منها الرشوة في الحضارة اليونانية القديمة، والرشوة في القانون الروماني، والرشوة في أحكام الشريعة الإسلامية. طيب لما نيجي نبص على إزاي الحضارة اليونانية القديمة تعاملت مع جريمة الرشوة. طبعا في الحضاره اليونانيه القديمه الوعي السياسي اللي كان موجود عند المواطنين وقتها ده كان بيقلل بشكل كبير جدا من ظهور مظاهر او تواجد اي مظهر من مظاهر جرائم الرشوه، وكان دايما بيحسوا بالولاء والانتماء للمدينه بتاعتهم، فكان ما كانش بتظهر صور كبيره جدا لجرائم الرشوه. اما فيما يتعلق بجريمه الرشوه في القانون الروماني،
طبعا كان القانون الروماني بيعاقب على جريمة الرشوة بغرامة مالية بتساوي قيمة المبلغ الذي أخذه المرتشي. وبعد كده أصبح للقاضي فيما بعد سلطة توقيع عقوبة النفي أو الإعدام إذا ترتب على هذه الجريمة أو جريمة الرشوة التضحية بشخص بريء. ده القانون الروماني، وتناولنا الحضارة اليونانية. أما فيما يتعلق بجريمة الرشوة في أحكام الشريعة الإسلامية، طبعا حرصت الشريعة الإسلامية على تجريم الرشوة، واعتبرت ده من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. وردت الكثير من الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. تاني عنصر معانا بعد عرض التأصيل التاريخي لجريمة الرشوة، هنتناول ما هي عوامل انتشار جريمة الرشوة أو عوامل انتشار الرشوة داخل المجتمع. طبعا هناك بعض العوامل اللي بتساعد على انتشار جريمة الرشوة، وتتنوع هذه العوامل بين العامل الأخلاقي والعامل النفسي والعامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي. وهنتعرف مع بعض على كل عامل من هذه العوامل. فيما يتعلق بالعامل الأخلاقي، ده بيظهر في انعدام الوازع الديني والأخلاقي وانعدام الضمير المهني لدى الموظف وعدم التفاني في أداء العمل المكلف به. وده أول عامل من عوامل انتشار الرشوة، وهو انعدام العامل الأخلاقي. أما فيما يتعلق بالعامل الثاني وهو العامل النفسي، الشخص طبعا هنا فيما يتعلق بالعامل النفسي بيفضل عنده انه يبقى عنده روح انهزاميه، وان يختصر على نفسه الطريق ويلجأ الى تقديم الرشوه الى الموظف العام لقضاء حاجته المطلوبه منه. فهنا بيظهر عامل نفسي، يظهر في ظهور روح الانهزاميه، وان يفضل هذا الشخص صاحب المصلحه أن يختصر الطريق على نفسه وأن يقوم بتقديم الرشوة إلى الموظف. ثالث عامل معانا من عوامل انتشار الرشوة هو العامل الاجتماعي، وده بيعتبر عبارة عن مجموعة من المؤثرات والظروف اللي بتبقى أو اللي بيبقى فيها الشخص موجود خلال المجتمع أو داخل المجتمع، والظروف دي بتجعله إن هو يسلك هذا الطريق ويقوم ويرتكب سلوك مناهض للمجتمع. وده ناتج عن ظهور طبعا انتشار الأمية والجهل والفقر، وكذلك انعدام الوازع الديني والأخلاقي وانعدام الضمير المهني وانتشار الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع. كمان فضلا طبعا عن انعدام الوعي بالوعي القومي والحفاظ على المصلحة العامة، فالشخص هنا ما عندوش أي وعي بالمحافظة على الوعي القومي والحفاظ على المصلحة العامة، فيلجأ إلى تقديم الرشوة إلى الموظف العام الذي يبتغي من وراءها تحقيق مصلحة معينة. أما العامل الرابع معانا فهو العامل الاقتصادي، بيتمثل في ارتفاع مستويات المعيشة داخل بعض المجتمعات وعدم تناسب هذا الارتفاع مع الزيادة في الأجور الموظفين والمستخدمين. وطبعا الاعباء الاقتصاديه والمعيشيه لدى الكثير من الافراد داخل المجتمع، مفيش تناسب بين الاجور وبين الاسعار الموجوده، فيعتبر بيدخل هنا العامل الاقتصادي في ان يقبل الموظف العام ما يعرض عليه من اصحاب المصالح ويتاجر بوظيفته عن طريق تقبل او قبول الرشوه المعروضه عليه. كده احنا عرفنا التاثير التاريخي لجريمه الرشوه، وعرفنا عوامل انتشار الرشوة. العنصر الثالث، طب ايه أهمية تجريم الرشوة؟ يعني ايه الأهمية أو المشرع، ايه المصلحة اللي هو أرادها المشرع من تجريم الرشوة؟ لما نيجي بنقول إن اللي بيقوم بالوظيفة ده هو موظف عام، الموظف العام ده مش بيشتغل لحسابه أو لحساب نفسه، لكن بيشتغل عن دولة أو لحساب جهة معينة. فالشخص هنا مطالب أن يحافظ على نزاهة هذه الوظيفة، وأن يكون نزيها عفيفا، حريص على أداء الواجبات المكلفة أو المكلف بأدائها، وأن يحافظ على نزاهة هذه المهنة، وألا يقبل أي مكافآت أو أي أموال نظير أن يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن عمل. وده بيتجلى في أهمية أو قيام المشرع بتجريم الرشوة. وطبعا بتظهر بعض
هنا بتتجلى أهمية تجريم الرشوة في 4 حاجات أو 5 حاجات هنعرض ليها. أولا الحفاظ، يهدف المشرع من تجريم الرشوة الحفاظ على الوظيفة العامة وحماية سمعتها وكرامتها. 2 ضمان هيبة الوظيفة العامة ورفع مستوى الأداء فيها عن طريق طبعا مساعدة الناس اللي هي جاية بتقضي حاجتها، يعني الناس اللي جاية بتقضي أي مصلحة في أي مصلحة حكومية احنا بنحاول ان احنا ان الموظف ده يتعاون معاهم بشكل يتوافق مع صحيح القانون، وهنا بيحافظ على هيبة الوظيفة العامة ورفع مستوى الأداء فيها ومساعدة هؤلاء في قضاء حوائجهم دون التفرقة بين شخص وبين آخر. ثالث أهمية من أهمية تجريم الرشوة والتي حرص المشرع على تجريمها بسبب وعدم الإضرار بالدولة عن طريق الفساد الذي يطول الوظيفة والقائم بها. هنا بتتعرض الرشوة بتساعد على تفشي وانتشار الفساد في القطاعات الحكومية بسبب تساهل الموظفين في قبول وتلقي هذه الرشاوي. فهنا المشرع بيحاول يحافظ على مصلحة الدولة وعدم الإكثار أو عدم إفساح الطريق إلى مزيد ومزيد من أشكال الفساد. كمان بتتجلى أهمية تجريم الرشوة في حث الموظف العام على أن يتصف بالنزاهة والاستقامة وأن يكون لديه الإخلاص والولاء أثناء ممارسة عمل وظيفته. خامسا ابتعاد الموظف عن كل ما من شأنه أن ينال من كرامته وأن يتعرض للمساءلة القانونية نتيجة انحرافه أو انحراف سلوكه بتلقيه ما يعرض عليه من رشوة من أي من أصحاب المصالح. دي الـ5 حاجات اللي هي بتتجلى فيها أهمية تجريم الرشوة. أولا الحفاظ على الوظيفة العامة وحماية سمعتها وكرامتها. ثانيا ضمان هيبة الوظيفة العامة ورفع مستوى الأداء فيها وقضاء يعني حوائج أصحاب المصالح المشروعة بشكل يتوافق مع صحيح القانون دون التفرقة بين شخص وآخر. كمان بتحافظ الدولة على ألا تفسح المجال لمزيد من أشكال الفساد بتجريمها الرشوة. رابعا حث الموظف أن على الاتصاف بالنزاهة والاستقامة والإخلاص في أداء العمل الموكل إليه. خامسا أن يبتعد الموظف عن كل من ينال من كرامته وشخصيته وألا يتعرض للمساءلة القانونية نتيجة قبوله وتلقيه الرشوة. رابع عنصر معانا في المحاضرة هنتعرف على تعريف الرشوة. طبعا تعرف الرشوة في مصطلح القانون أو في لدى فقهاء القانون بأنها إتجار الموظف في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب المصلحة أو التفاهم معه على قبول ما يعرض عليه هذه الأخير من أي فائدة أو عطية نظير أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل. العمل ده بيدخل في نطاق الوظيفة المكلف بها هذا الشخص أو تكون في دائرة اختصاص. ده تعريف فقهاء القانون لجريمة الرشوة، وهي إتجار موظف في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب المصلحة أو التفاهم معه على قبول ما يعرضه هذا الأخير اللي هو صاحب المصلحة، سواء كانت هذه فائدة أو عطية نظير قيام الموظف العام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء هذا العمل، ويكون هذا العمل داخل في نطاق اختصاصه أو دائرة اختصاصه. ده تعريف الرشوة لدى فقهاء القانون. ولما نيجي نشوف نستعرض هذا التعريف من قبل فقهاء القانون بنلاقي ان الرشوة عشان تقع جريمة الرشوة لابد ان يوجد شخصين او تفترض وجود شخصين، اللي هو المرتشي وهو ده الموظف العام وصاحب المصلحة وهو الراشد. يبقى جريمة الرشوة تفترض وجود شخصين، المرتشي والراشي. المرتشي يتمثل في الموظف العام أو من يكون في حكم الموظف العام، وده زي ما احنا هنعرف إيه هو تعريف الموظف العام وإيه من هم في حكم الموظف العام. والراشي هو صاحب المصلحة الذي يقوم بعرض الهدية أو العطية أو المال أو أي مقابل
أو أي وعد على الموظف العام. يبقى احنا عرفنا تعريف الرشوة في القانون، وقلنا من خلال التعريف ده الرشوة بتفترض وجود شخصين، هو المرتشي والراشي. المرتشي يتمثل في الموظف العام أو من يقوم في حكم أو من يكون في حكم الموظف العام. أما الراشي هو صاحب المصلحة الذي يعرض على الموظف العام الهدية أو العطية أو أي مال أو أي مقابل أو حتى وعد، ويوافق على تقديم المنفعة التي يطلبها الموظف. زي ما احنا قلنا تعريف الرشوة في القانون، كمان بعض الاتفاقيات أو تحديدا اتفاقية مكافحة الفساد قامت بتعريف الرشوة، وفرقت في التعريف بين الرشوة التي تقدم إلى الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين العموميين الأجانب، وده تجلى في نص المادة في ال 15 من اتفاقية مكافحة الفساد والمادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد. فيما يتعلق بنص المادة 15 نصت على الرشوة التي تقدم إلى الموظف العمومي الوطني أو المحلي. أما فيما يتعلق بالرشوة التي تقدم إلى الموظف العمومي الأجنبي نصت عليها المادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد. ونقدر إحنا يا شباب نقدر نرجع لنص المادتين دول بالتفصيل ونجيبهم، نص المادة 15 ونص المادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد. فرقت هنا الاتفاقية بين جرائم الرشوة التي تقترف أو التي ترتكب من قبل الموظفين العموميين الوطنيين اللي هم ولاد البلد الوطني المحلي، والموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العموميين. عندنا نص المادة 15 نصت على رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، ونص المادة 16 نصت على الرشوة التي تقدم إلى الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية. مطلوب حضراتكم بقى ترجعوا لنص المادتين دول، مادة 15 ومادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد. طيب احنا محتاجين نشوف التشريعات الجنائية يعني حددت مفهوم الرشوة ازاي، ودي نقطة مهمة جدا جدا يا شباب لازم نركز فيها، عشان أي نقطة احنا بنحاول نركز عليها أو متعلقة بصميم الموضوع بتاعنا أو بعمق الموضوع قد تكون نقطة في الاختبار التحريري نهاية المقرر. فاحنا محتاجين طول الوقت نبقى مركزين في المحاضرة ونراجع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة، لأن في بعض الأمور هيتم التركيز عليها وقد تكون هذه النقاط موضع لسؤال في الامتحان التحريري في نهاية المقرر إن شاء الله. طيب لما نيجي نشوف التشريعات الجنائية، تباينت التشريعات طبعا في تحديد مفهوم الرشوة، ومن خلال التشريعات واستعراض التشريعات يمكن تصنيف اتجاهات التشريعات الجنائية إلى 3 اتجاهات. الاتجاه الأول هنا فصل بين جريمة الرشوة وجريمة المرتشي، اعتبر كل جريمة مستقلة بذاتها عن الثانية. وفي بعض التشريعات تبنت هذه الاتجاهات، زي ما احنا هنقول عليها دلوقتي، من التشريع الفرنسي والألماني والإماراتي واليوغوسلافي. اعتبر إن جريمة الرشوة منفصلة أو جريمة الراشي منفصلة تماما عن جريمة المرتشي. خلاص يا شباب ده الاتجاه الأول في التشريعات، فصل بين جريمة الراشي وجريمة المرتشي، واعتبر إن كل من الجريمتين منفصلتين ومستقلتين عن الأخرى في المسؤولية وفي الجزاء، وإنه والعبرة فيها بسلوك المرتشي وليس بسلوك الراشي. ومن التشريعات دي زي ما احنا قلنا التشريع الفرنسي والألماني والإماراتي واليوغوسلافي. ده الاتجاه الأول الذي فصل بين جريمة الراشي وجريمة المرتشي، واعتبر إن الجريمتين منفصلتين عن بعض ومستقلتين عن بعض سواء في المسؤولية أو في الجزاء. أما فيما يتعلق بالاتجاه الثاني الذي تبنته التشريعات الجنائية، الاتجاه ده قال إن الراشي هنا هو الأساس، أن المرتشي هو الفاعل الأساسي، أما الراشي فيعد شريك له ويستمد إجرامه من فعل الفاعل الأصلي وهو المرتشي.
وهنا قال الاتجاه ده ان جريمه الرشوه دي تعد هي جريمه الموظف الذي يسيء الذي يسيء للوظيفه تحقيقا لمصلحه شخصيه. اما فيما يتعلق بالراشي هنا الاتجاه ده اعتبره شريك للمرتشي، ويستمد الشريك اجرامه من فعل الموظف او الفاعل الاصلي وهو الموظف العام. فالمسؤوليه والجزاء تقع هنا على المرتشي، اما الراشي فهو يستمد اجرامه من المرتشي لانه شريك له في هذه الجريمه. ده الاتجاه الثاني اللي اعتبر ان الرشوه هي جريمه الموظف الذي اساء الى الوظيفه العامه تحقيقا لمصلحه شخصيه، اما فيما يتعلق بالراشي فهو يعد شريكا له ويستمد اجرامه من الفاعل الاصلي وهو المرتشي. ده الاتجاه الثاني. اما فيما يتعلق بالاتجاه الثالث بنلاقي ان الاتجاه الثالث ده ساوى في المسؤوليه والجزاء بين الراشي والمرتشي. قال لك لا، لا هي منفصله، ولا ان جريمه الرشوه دي هي جريمه الموظف، لا ده ساوى في المسؤوليه والجزاء بين الراشي والمرتشي. ومن التشريعات طبعا اللي اخذت بالاتجاه الثاني في المساواه بين المسؤوليه في الجزاء بين الراشي والمرتشي بنلاقي التشريع القطري والتشريع السوري. طبعا زي ما احنا محتاجين ان احنا نعرف ان احنا بندرس التشريع السوري، التشريع السوري ساوى في المسؤولية والجزاء بين الراشي والمرتشي. وكمان بنلاقي التشريع المصري والتشريع الأردني ساوى كمان، والتشريع اللبناني ساوى في المسؤولية والجزاء بين الراشي والمرتشي. طيب عرفنا احنا الثلاث اتجاهات اللي قالوا عليها التشريعات الجنائية. الاتجاه الأول اعتبر إن جريمة الراشي وجريمة المرتشي كل جريمة منفصلة عن بعضها. أما فيما يتعلق بالاتجاه الثاني اعتبر إن الجريمة هي جريمة الموظف العام الذي أساء للوظيفة العامة تحقيقا لمصلحة شخصية. أما فيما يتعلق بالراشي هنا في الاتجاه الثاني اعتبر أن الراشي شريك للمرتشي وأنه يستمد إجرامه من فعل المرتشي. أما الاتجاه الثالث الذي ساوى في المسؤولية والجزاء بين الراشي والمرتشي بنجد على رأسهم التشريع السوري، التشريع القطري والتشريع المصري والتشريع الأردني والتشريع اللبناني. طيب لما شفنا احنا كده الاتجاهات الثلاثة دول وعرفنا ايه الرشوة وانت خلال التعريف اللي عرضه فقهاء القانون، يبقى اللي بيرتكب جريمة الرشوة دي هو موظف عام. طب الموظف العام ده محتاجين نعرف ايه هو الموظف العام، لان جريمة الرشوة تعتبر هي جريمة خاصة بالموظف العام او المكلف بخدمة عامة. طيب هنا بنقول انه لا يمكن ان تقع جريمة الرشوة الا من موظف عام او مكلف بخدمة عامة. طب ايه هو الموظف العام وازاي، وايه هو تعريف الموظف العام، وازاي القوانين عرفت الموظف العام، ومن هم في حكم الموظف العام التي تنطبق عليهم النصوص المتعلقه بتجريم جريمه الرشوه. لما نيجي نعرف الموظف العام طبعا بنعرف هنا الموظف العام من خلال نصوص او من خلال احكام القانون الاداري. فنجد إن القانون الإداري عرف الموظف العام بأنه كل شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في صورة من الاعتياد والانتظام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة. يبقى ده شخص بيعهد إليه على سبيل الدوام والاستمرار بأداء عمل معين في صورة من الاعتياد والانتظام في مرفق تديره الدولة، مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة وتكون إدارة مباشرة. طب البعض الآخر عرف الموظف العام فإنه كل شخص يعمل بصفته في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة، ويكون الشخص ده بيساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. ده تعريف القانون الإداري من خلال طبعا اجتهادات فقهاء القانون الإداري. عرفوا هنا الموظف العام بأنه كل شخص
يعهد إليه بأداء عمل معين في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون أو أحد أشخاص القانون العام. تمام. زي ما احنا عرضنا لتعريف الموظف العام، كمان الاتفاقية مكافحة الفساد عرفت ايه هو الموظف العمومي في نص المادة الثانية من اتفاقية مكافحة الفساد، نصت على تعريف الموظف العمومي وايه هو الموظف العمومي وايه هو الموظف العمومي الأجنبي وايه هو الموظف العمومي الذي يعمل لدى مؤسسة دولية عمومية في ألف وباء وجيم في نص المادة الثانية من اتفاقية مكافحة الفساد. فمطلوب من حضراتكم إن شاء الله تدخلوا وتجيبوا كمان النصوص الخاصة بتعريف الموظف العمومي في اتفاقية مكافحة الفساد في المادة الثانية من اتفاقية مكافحة الفساد. عرفت الموظف إيه هو الموظف العمومي وإيه هو الموظف العمومي الأجنبي وإيه هو الموظف الذي يعمل لدى مؤسسة دولية عمومية. طيب احنا قلنا عشان احنا بندرس طبعا في جامعة سورية محتاجين نعرف نصوص قانون العقوبات السوري، هل نص على تعريف الموظف العام في قانون العقوبات السوري؟ لما نيجي نستعرض معانا نص او نصوص قانون العقوبات السوري، هو القانون طبعا الصادر رقم 148 لسنة 1949، وطبعا والقانون ده معدل بالمرسوم التشريعي رقم 1 لسنة 2011، بنلاقي ان المشرع السوري نص في المادة 340 منه على تعريف الموظف العام وقال ان يعد موظفا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة العمل. ده تعريف المشرع السوري او المشرع الجنائي السوري في قانون العقوبات، نص في المادة 340 من قانون العقوبات السوري على تعريف الموظف العام، وقال إن هو يعد موظف كل موظف عام في السلك الإداري، سواء في السلك الإداري يعمل بشكل في الجهاز الإداري أو القضائي أو كل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. السلطة المدنية احنا بنتكلم على الشرطة أو العسكرية المتعلقة بأفراد القوات المسلحة، وكمان كل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. طيب هل نص القانون السوري كمان على من هم في حكم الموظف العام؟ لا، ده احنا النصوص دي مش هتنطبق على كل من تنطبق عليه صفة الموظف العام، لا ده في ناس كمان في حكم الموظف العام، يعني العامل اللي بيأدوه ده يعتبر في حكم الموظف العام، الشغل اللي بيقوم بيه الموظف العام اكنهم هم بيقوموا بيه بالظبط، فتنطبق عليهم النصوص تجريم جرائم الرشوه ويعتبر هم في حكم القانون الموظف العام. طب لما نيجي نشوف قانون العقوبات السوري بنلاقي ان الماده 341 نصت على من في حكم الموظف العام، وقالت الماده دي ان كل موظف وكل شخص تم انتدابه الى خدمه عامه سواء كان ده بالانتخاب او عن طريق التعيين، وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالخبير أو وكلاء التفليس اللي هو مكتوب لفظا في القانون السنديك، والسنديك هنا يقصد بها وكلاء التفليسة، التمس أو قبل لنفسه أو غيره هدية أو وعد أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، هنا دول يعتبروا من في حكم الموظف العام في ضوء القانون السوري. كل موظف تم انتدابه في خدمة عامة سواء تم هذا الانتداب عن طريق الانتخاب أو التعيين، أو كل شخص أو كل امرئ كلف بمهمة رسمية كالخبير والسنديق والحكم، والسنديق هنا زي ما احنا قلنا هم وكلاء التفليسة اللي هم بيتولوا أمور من أشهر إفلاسه، هم السنديق ده هم وكلاء التفليسة. اي حد من دول التمس او قبل لنفسه او لغيره هديه او وعد او اي منفعه اخرى، سواء ان يكون الشخص او من يكون في حكم الموظف العام بأداء عمل شرعي من اعمال وظيفته، هنا المشرع بيعاقب دول بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات وبغرامه اقلها دفع قيمه
ما أخذ أو قُبل منه. طبعا أنا أتعرف على عقوبة جريمة الرشوة في نهاية مقرر جريمة الرشوة، ده تعريف الموظف العام في القانون السوري. عرفنا إن المادة 340 نصت على تعريف الموظف العام، وتقدروا حضراتكم ترجعوا من نص القانون السوري وتعرفوا المادة 340 ونصها. أما فيما يتعلق بمن في حكم الموظف العام في القانون السوري، نصت عليه المادة 341. طيب لما نيجي نشوف كده، هل يعتبر المحامي في حكم الموظف العام، أو المشرع السوري يعتبر المحامي ده، يعني العمل اللي بيقوم به المحامي، العمل اللي بيقوم به ده هل اعتبره من أعمال الوظيفة العامة أو تنطبق عليه أحكام الموظف العام؟ بنلاقي إن قانون العقوبات السوري أنزل المحامي منزلة الموظف في بعض وجوه من جريمة الارتشاء، وده نص، ده جاء في نص المادة 342 فقرة 2 من قانون العقوبات السوري، وجي في آخرها يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأبعاد. ومن هنا بنلاقي إن المشرع السوري اعتبر المحامي من في حكم الموظف العام، وتنطبق عليه الجرائم المتعلقة بجريمة الرشوة أو النصوص المتعلقة بجريمة الرشوة. وأكبر دليل إن بنلاقي إن المادة 342 فقرة 2 من قانون العقوبات السوري جاء نصها يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال. دي كانت محاضرتنا الثانية فيما يتعلق بالمقرر بتاعنا قانون العقوبات القسم الخاص. معلش المرة الثانية إحنا بنعتذر عن الانقطاع خلال الفترة الماضية، عشان أنا قلت زي ما قلت لكم في البداية عندي بس شوية ظروف، وعدي حد كده يعني عنده شوية ظروف صحية أنا بتابعه. دي كانت المحاضرة الثانية، أنا سجلتها معاكم عشان بس إحنا ما نأخركوش عن متابعة المقررات الدراسية بتاعتكم، وده يعتبر استثناء بس من الوضع العام اللي إحنا متفقين عليه، إن إحنا إن شاء الله يبقى في حضور وتفاعل مع الأستاذ المقرر. ولكن أنا فضلت إن أنا أسجل لكم المحاضرة وأبعتها لكم عشان أنتوا ما تتعطلوش. ولكن إن شاء الله مع زوال وانتهاء ظروف الطارئة هنرجع إن شاء الله تاني ونعمل اللقاء بتاعنا يكون تفاعلي، ويكون الناس حاضرة معانا إن شاء الله. وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش قبل ما ننهي بس، معلش احنا عندنا تكليف عملي كمان احنا محتاجين ان احنا نقوله لكم، يعني عايزين نقول التكليف العملي ده مطلوب من حضراتكم تجهزوه وتبعتوه لي على الخاص، كل واحد يبعت لي الملف بتاعه خاص PDF، لان التكليف العملي ده هيتم منح درجة عليه في نهاية المقرر ان شاء الله. التكليف بتاعنا النهاردة بيقول تكلم عن من في حكم الموظف العام في القوانين الآتية. حضراتكم هتجيبوا لي من في حكم الموظف العام في القوانين الآتية: أولا القانون المصري، القانون الكويتي، القانون الإماراتي، والقانون العراقي، والقانون العماني. يعني تكلم عن من في حكم الموظف العام في القوانين الآتية: القانون المصري، القانون الكويتي، القانون الإماراتي، القانون العراقي، القانون البحريني، والقانون العماني. طبعا مطلوب لما احنا نجيب النصوص هنجيب نص المواد ورقم القانون وسنة إصدار هذا القانون. ده التكليف العملي المطلوب من حضراتكم، حضراتكم تعدوه وتبعتوه لي على الخاص بملف PDF. خلاص يا شباب، وبالتوفيق لكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.